نعم بالفعل صلاح، ما زال الخطر قائما ولم تأتي الإشارة الخضراء للإنذارات الجوية، أي قبل ما يقارب ساعة من الآن دوت صافرات الإنذار مجددا في معظم أرجاء الأراضي الأوكرانية وأيضا في العاصمة الأوكرانية كييف. كذلك أيضا تم التبليغ عن انفجارات في منطقة جيتومير وهي المنطقة المتاخمة لمقاطعة كييف غربية البلاد. كذلك تم التبليغ أيضا عن انفجارات في منطقة إخميلنيسكا ومنطقة ميكولايف جنوبي البلاد. منطقة إخميلنيسكا عفوا تقع غربي البلاد، ولكن منطقة ميكولايف تقع جنوبي البلاد. لكن فيما يخص الاستهداف الذي وقع في مدينة كييف وتحديدا في حي تشيفيتشينكو وفقا لعمدة مدينة كييف، فإن عدد القتلى ارتفع لثلاثة أشخاص وتم انتشال ما يقارب 19 شخصا من تحت الأنقاض. تم انتشال أنقاضهم من تحت الأنقاض، وما زالت وسائل البحث عن مفقودين مستمرة، وطواقم الطوارئ الأوكرانية ما زالت تبحث عن أشخاص تحت الأنقاض. هذا الاستهداف تم بطائرات مسيرة من نوع كاميكازي ومن نوع شاهد 136 وأيضا من نوع شهيد، ضربت وسط العاصمة الأوكرانية كييف. استهدف هذا مبنى سكنيا مقابل لمبنى إدارة شركة الكهرباء الأوكرانية في العاصمة الأوكرانية كييف. صلاح تفضل بالبقاء مع عمرو، لننتقل إلى موسكو مراسلنا يوسف بيجار. يوسف، كما استمعنا الكثير من الأقاويل بل الاتهامات إلى روسيا باستخدامها لطائرات مسيرة إيرانية الصنع في تلك الهجمات التي وقعت صباح اليوم في كييف، هل هنالك رد أو تعقيب أو تعليق من موسكو على هذه الاتهامات؟ صلاح، موسكو دائما تنفي التقارير الغربية والتقارير الاستخباراتية التي تتحدث بأن روسيا اقتنت طائرات مسيرة من إيران وباشرت في استعمالها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. الجانب الروسي على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف نفى كل هذه التقارير ووصفها بالكاذبة، أكد بأن هناك تعاون عسكري تقني بين إيران وروسيا، لكن الجانب الروسي لم يقم بأي صفقة تتعلق بشراء الطائرات المسيرة من الجانب الإيراني واستعمالها في أوكرانيا. لكن الدفاع الروسي في الكثير من المرات أكدت بأنها تستعمل الطائرات المسيرة روسية الصنع لاستهداف ما تصفه بالبنية التحتية العسكرية الأوكرانية. منذ قليل وزارة الدفاع الروسية أصدرت بيانا جديدا تحدثت فيه عن ما وصفته بمواصلة استهداف البنى التحتية العسكرية في أوكرانيا، وأكدت بأنها قامت بضربات جوية عالية الدقة وأطلقت صواريخ من البحر، استهدفت من خلالها مراكز للقيادة العسكرية الأوكرانية ومراكز للطاقة دون الإشارة إلى استعمال سلاح من نوع الطائرات المسيرة أو الطائرات المسيرة الانتحارية. الجانب الروسي يؤكد على استمرار الضربات التي يصفها دائما بعالية الدقة ويقول بأنه يستهدف من خلالها البنية التحتية العسكرية للجيش الأوكراني. بيان الدفاع الروسي صلاح أشار أيضا إلى أن القوات الروسية تمكنت من إحباط محاولة للقوات الأوكرانية للدخول وتجاوز الحدود الدفاعية للجيش الروسي في مدينة خيرسون، وقالت بأن الجيش الروسي تمكن من تحييد أكثر من 100 عسكري أوكراني في بالقرب من حدود مدينة خيرسون. الدفاع الروسي أشارت أيضا إلى أنها تمكنت من تحييد 160 مقاتلا أوكرانيا بالقرب من مدينة كوبيانسك، وقامت أيضا المدفعية الروسية وسلاح الجو الروسي بتدمير عدد من مستودعات السلاح التابعة للجيش الأوكراني، خاصة ما تعلق بتلك المعدات التقنية التي تحصلت عليها القوات الأوكرانية من القوى الغربية في الأيام الماضية القليلة. يبقى مع يوسف، لعود مرة أخرى إلى مراسلنا عامر من كييف. عامر، ما الذي جرى في محطة زاباروجيا صباح اليوم؟
نعم صلاح، صباح هذا اليوم تعرض كل خط التماس لهجمات صاروخية وفقا لما أعلنه الجانب الأوكراني. خط التماس هذا يبلغ من آخر نقطة من مدينة زبيرو من مدينة خرسون، من جنوب مدينة خرسون إلى نقطة إلى مدينة كوبيانس شرقي أوكرانيا. كل هذا الخط تعرض لهجمات صاروخية وفقا لبيان الإدارة العسكرية والمحلية ووفقا لبيان القوات المسلحة الأوكرانية. كذلك تعرضت مدينة نيكابل لعدة هجمات صاروخية، هذه المدينة التي تتعرض منذ عدة أشهر لعدة هجمات صاروخية. يقول الجانب الأوكراني أن منطلق هذه الهجمات يأتي من مدينة نيرهيدار، هذه المدينة التي تحوي بداخلها محطة زابوروجيا النووية. وقد تم فصل الخط الاحتياطي المشغل للشركة عن الخط الأم المشغل من الشركة الأوكرانية، وهو الفصل الثاني، تم فصله مرة ثانية خلال هذا الأسبوع. تم فصله الاثنين الماضي بعد تعرض أوكرانيا لهجمات مشابهة لما تتعرضت له اليوم، واليوم أيضا تم فصله مجددا لحسب وفقا لما أعلنت الشركة المشغلة لمحطة الطاقة النووية إنيرجي دوم، هي الشركة الأوكرانية الأم لهذه المحطة حسب ما يقول الجانب الأوكراني. لكن تبقى هذه المحطة هي محل جدال من قبل الجانب الأوكراني ومن قبل الجانب الروسي فيما يتعلق بفصل خطوط الكهرباء أو فيما يتعلق باستهداف محيطها في مدينة إنيرجدار. صلاح، ابقى معي. عامر، تحول مرة أخرى إلى مراسلنا يوسف بيجار. يوسف، يعني ملف التدريبات النووية التي تجرى الآن من قبل قوات حلف الناتو، كيف تتابع موسكو وهل من تعقيب أو تعليق عليه؟ صراحة هذه التدريبات تأتي في إطار الرسائل التحذيرية المتبادلة بين كل من موسكو وحلف شمال الأطلسي. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف في وقت سابق قال بأن روسيا ستراقب عن كثب هذه التدريبات التي تأتي في وقت حرج جدا بخصوص العلاقات الروسية الغربية، وخاصة ما تعلق بعلاقة روسيا بحلف شمال الأطلسي. هذه التدريبات تتزامن مع توتر في العلاقات وتتزامن مع تلك الاتهامات الروسية لحلف شمال الأطلسي بأنه يشارك في العملية في الأعمال القتالية في أوكرانيا، ويقوم بإرسال مستشارين عسكريين لحلف شمال الأطلسي لتوجيه القادة الأوكرانيين، بالإضافة إلى تقاسم المعلومات الاستخباراتية وتزويد الجيش الأوكراني بمعلومات دقيقة عن طريق استعمال الأقمار الصناعية التابعة لحلف شمال الأطلسي. موسكو تصنف أو تصف كل التدريبات العسكرية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي بأنها عبارة عن حملة استفزازية من طرف حلف الناتو لروسيا، في ظل أيضا تلك الاتهامات التي أطلقها في وقت سابق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحلف شمال الأطلسي، والذي اتهمه بأنه يقترب من الحدود الروسية ويتوسع شرقا بالقرب من حدود روسيا. يقول الخبراء بأن هذه التدريبات التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي والمتعلقة بالأسلحة النووية تعد رسالة تحذيرية من حلف شمال الأطلسي لروسيا، في ظل تلك التصريحات التي سمعناها من السلطات العليا هنا في روسيا بأن الجيش الروسي يمكن أن يستعمل الأسلحة النووية للدفاع على الأراضي الروسية في حال ما إذا تعرضت روسيا لتهديد وجودي.